olur, gelin aşağıya kutluma. النضالي في إطار استمرارية المعركة النضالية التي تخوضها الجماهير الأستاذية بمعية التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وقلت ويأتي هذا الشكل النضالي استجابة لنداء التنسيقية الوطنية التي حاولت أن تسطر نضالا أو حاولت أن تسطر برنامجا نضاليا أسبوعيا يتمثل في إضراب لمدة أسبوع قابل للتمديد مع إشكال موازية وقفات ومسيرات احتجاجية، بالإضافة إلى اعتصام يوم 23 مركز بالرباط ومسيرة يوم الأحد 24. وقلت ويأتي هذا الشكل النضالي استجابة لنداء التنسيقية الوطنية وكذلك ردا على الخرجات الإعلامية الغير المسؤولة من طرف ممثلي هذه الوزارة الذين يدعون بأن ملف ديال التعاقد تم حله، ولكن هذه المسألة وهذا الملف الشائك لم يتم حله إلى حدود اللحظة. لماذا؟ لأن هذه الوزارة الوصية تحاول بشكل أو بآخر ضرب مجانية التعليم، ونقول من هذا المنبر كأساتذة أننا لن نسمح بالبت والمطلق لكي يتم بيع المدرسة العمومية وإلغاء مجانية التعليم، وسنعمل جاهدين على الدفاع عن المدرسة العمومية، وبالتالي سنقول للوزارة الوصية بأنه إذا لم يتم الاستجابة إلى مطلبنا العادل والمشروع ألا وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية فإننا سنقول لها من هذا المنبر بأننا مستعدون وبأننا سنسير في معركة النضالية ولن نتنينا أي تهديدات التي خرجت بها الوزارة. لماذا؟ لأنها تهديدات لا تبت بصلة إلى ما نسميه. لماذا؟ لأن يستندون في هذه التهديدات إلى نظام الوظيفة العمومية، ونحن كما يتبجحون باعتبارنا أطر الأكاديمية غير خادعين نظام الوظيفة العمومية. ورسمي نمشي بحالي والفوضى